شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تفتيش الحرب للفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة. كما تفقد الرئيس السيسي اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، واستعرض السيد الرئيس اصطفاف معدات وأفراد الفرقة السادسة على متن حافلة مكشوفة بصحبة رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي وقادة القوات المسلحة.